السلام عليكم. بنشوف سمكة أخرى من الأسماك الجميلة. السمكة اللي تحت دي سمكة إكناتيوريديا أو ذات الشوكة البرتقالية على قاعة الزيل. أهي الجلد بتاعها نفس لون البرتقال بالظبط. طبعا الغذاء بتاعها بتتغذى على الطحالب القاعية. هي ومعاها السمكة التانية اللي فوقها ديت اللي فوق اللي هي الديل الأصفر اسمها سمكة السحل، برضو بتتغذى على الطحالب القاعية وموجودة في الشعب المرجانية والبحر. سبحان الله يعني على السمكة ديت.